هذا يقول إذا كان يصلي التراويح إمامان ثم انصرف المصلي مع تبديل الإمام الأول، فهل يكون قام الليل؟ لا يا أخي، تراويح دامه تصلى في المسجد صل مع المسلمين بإمام واحد أو بإمامين أو بثلاثة أئمة أو أربعة، الحكم واحد، فحكم الإمامين حكم الإمام الواحد، حكم الإمامين حكم الإمام الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف، ما حصل الانصراف، الإمام الأول ما حصل معه انصراف، الصلاة باقية، الانصراف عند نهاية التراويح. فإذا كنت تريد الأجر والثواب تبقى مع المسلمين وتصلي مع المسلمين، وإلا تشوف الأبواب وتخرج. أما أنك تجلس والناس يصلون تجلس بينهم هذا ما يصلح، إذا كنت ما أنت مصلي الأبواب كثيرة، اطلع مع أي باب، رح لمحلك والحمد لله. لا سيما طالب العلم، كيف طالب العلم يتكاسل ولا يصلي مع المسلمين ويجلس والناس يصلون؟ هذا ما يليق بطالب علم، إذا كان ما يرغب يطلع، ما يراه الناس جالس.